ما بين طاطا وتومبكتو، فإن الفيلم يوضح شيئا بسيطا، أن الصحراء كانت دائما فضاء للقاء، وأن الصحراء كانت دائما فضاء لتعميق المشترك الإنساني، وأن الصحراء وإن كانت تظهر كفضاء فارغ فهي ملأة بالقيم، وإن كانت تظهر كفضاء متقشف فهي فضاء غني، وأن هذه الصحراء متعددة ومختلفة وفي اختلافها وتعددها غنى، وأنها كانت ولا تزال فضاء للقاء وللإيخاء، وليست فضاء لبناء الجدران ولا فضاء للنزاع. وهي شاهدة شخصية ديالي أنا، ديال واحد السيد زاد في الجنوب الشرقي، يبتدئ بالحديث مع جدته لينهي سفره متحدثا مع فاعلين ثقافيين في مالي، مع دبلوماسيين، مع ممثل الأمم المتحدة للنزاع في شمال مالي. أعتقد أنه فيلم غير متكلف، غير مصطنع، لغته بسيطة ويمتح من قاموس كوني، يعني ممكن يشوفوا شي واحد في غواتيمالا، ولا يشوفوا في ألمانيا، ولا يشوفوا في محاميد الغزلان، يلقى راسه فيه. هذا الفيلم اللي هو اليوم نشوفه حقيقة مهم جدا، لأنه يتعلق خصوصا أو يسلط الضوء على الحياة البدوية كثقافة، يعني البادية كثقافة، ودور خصوصا دور المرأة، خصوصا الأم الكبيرة اللي هي جدات، اللي اليوم أصبح يتقلص شيئا فشيئا هذا الدور، اللي هي يعني تحول المعلومات والذاكرة الاجتماعية والفضائية كذلك إلى الأجيال القادمة اللي هم الأحفاد. إذن طريقة الحكي مهمة جدا في هذا الفيلم، وكذلك يعني الفضاء في حد ذاته ودور الفضاء الشاسع، ولو أنه يبان على أنه فضاء فيد يعني خاوي، ولكن هو عامر في الحقيقة، لأنها من خلال هذه يعني هذا الوثيقة لنشوفه على أنه مثلا السينما حول على أن هذه الصور اللي نشوفه على أنها كلها تعابير وكلها يعني خطابات اللي هي تعبر عن ثقافة أصيلة فعلية، اللي هي مبنية أساسا على التضامن وعلى الحفاظ على القيم، اللي هي القيم الإنسانية المحضة بما فيه يعني التضامن الاجتماعي والأسروي. فضاء الفني والثقافي لوزين وفضاء متنوع مختلف، كيحتضن أنشطة فنية ثقافية بحال عروض ديال الأفلام. ملي بدينا هاد الأربعاء السينما، سميناه أربعاء السينما، اللي هو أن كلوب ديال السينما، سيني كلوب. دونك جات الفكرة أنه الفيلم ديالو موجود، دونك قلنا علاش ما نديروش العرض ديال الفيلم ديال رشيد، اللي أنا شفته وعجبني بزاف جماليا والفحوة ديالو والموضوع. كانت حكاية مهدي وعن الترحال قريبة من الخيال، على الأقل بالنسبة لي نحن اللي خلقنا بين الجدران وترعرعنا في بيئة عنوانها استقرار.